هذه شوية نسمعوا هذا لافونغو بتاع أغنية تعمل الكيف بتاعت تشد ثنية وتيخو بها. خلينا نتعداو لجيران اللي من أخبار العالم واللي فما إشارة إلى تونس حسب ما رينا زادة في الصحف الوطنية وحسب ما حكى زادة في نهار من نهارات سياسي جزائري في الأسبوع اللي تعدى. مظاهرات لإسقاط الحكومة والوزيرة تهرب إلى تركيا، ليبيا تنتفض ضد التطبيع، هذه في جريدة الشروق. جريدة المغرب اللي حكيت على محاولة إلحاق ليبيا بالاتفاق الإبراهيمي تهدد حكومة الدبيبة، كشفت عنها وزارة خارجية الكيان الصهيوني. محمد بوغلاب التعليق على اللي قاعد صاير. الميكرو يفضلك حلومة. احنا عامل نظرة على الدول العربية، شكون اللي ما عندوش علاقات مع اسرائيل؟ هاو نعدوهم مثلا 20 دولة ونشوف. الجزائر، تونس، اي لبنان رسميا يعني الموقف الرسمي لبنان ما عندوش علاقات. لكن عنده احزاب يعني تاريخيا معناها يمشي ويجيوا على بعضهم ما عندهمش مشكلة. شكون اخر؟ اليمن، اليمن يعني حرب بيناتهم مع جريح ومازال يعني ممكن يضربوا على بعضهم. يدفع الثمن المواطن. الكويت ما عندهاش علاقات نثبت. قطر لا، الكويت ما عندهاش، قطر ما عندهاش يعني علاقات يعني، ولكن دبلوماسيا فما تعامل وفما فما تعامل. شفنا في 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 كأس العالم موجودين اما كاعتراف رسمي لا، دبلوماسي لا. العراق رسميا ما ثماش، ولكن العلاقات بين كردستان واسرائيل وشخصيات يعني من اللي جاوا بعد الاحتلال الامريكي شكون بقى؟ هذا المشهد العام. مش من يبداش عندنا وهم نتاع العروبه والموقف العربي، ما عادش فما موقف عربي، ما عادش الناس كلها دخلت الحلق. أني فيما يهمني كتونس، احنا ما احناش معنيين بالموضوع هذا على الاقل في المرحلة هذه. لا حد دق علينا الباب ولا طلب منا، واللي يقول عكس هذا فهو كذب او واهم او احنا نتفهم. ما طلب منا حد باش نطبعه مع اسرائيل. تو تقول لي محاولة الحاق ليبيا بقطار التطبيع، ليه نجلة المنقوش شدوها بالسيف هزوها قابلة يعني كوهين؟ ما وطياني وزير الخارجية الإيطالي والموعد يعني صار عليه اتفاق مسبق، هذا لا تم تداوله في وسائل الإعلام الدولي، وهذا حكيت عليه وزارة الخارجية تاع الكيان. سيدي أني ما نخذش هي كمصدر برا، ماهيش مو يعني ماهوش مصدر اللي يدير بالثقة. أخي شنو أخي وين تلقاو؟ تلقاو في السماء؟ مو تلقاو في دولة اسمها حسب إيطاليا. حسب موعد مسبق تم ترتيبه، شكون أجبره؟ هي مشيت برغبة منها، برغبة منها ومن عرفاتها. عجبتني قراءة قدمها وزير خارجية سابق لليبيا الدكتور عبد الهادي لحويش، قال هذا الثمن البقاء في السلطة. الدبيبة ما عادش يحب يخرج. احنا الديمقراطية عند العرب، اللي يقعد على الكرسي ماذا به يلحموا مع المؤخرة متاعه، هذيك الديمقراطية. يهز ربي يتهز هو الكرسي، ما عادش خارج. بالنسبه لي سندروم السلطه، سندروم السلطه، هي كل واحد شي وطلع على طلعك به. واحد من سلم الامانه كان الواحد ثقه ووطني، مش اللي هو يفتي. انت جيت لمهمه محدده بعجال خمسة سنين تلم باجاجك وفي الامان وادخل مره اخرى للمعركه. هو لو كان جليدي ما تدخلش، معناه احنا مازلنا عرفتك الا الصغير يتعلم في المشي. احنا ما هناش متاع انه واحد يعاود الرئيس موندا وحده وفي الامان والقلب يدعي لك. بينت التجربة هذه متاع العشر سنين اللي تعديت، ما احناش من نوع اللي تعطي فرصة للرئيس عاود يترشح. الباجي قايد السبسي الراجل على ابواب التسعين وطلعوا بكلهم يقولوا كان يترشح، انا عاود يترشح انا معاه في 2016 وقت اللي يوسف الشاهد قال له يترشح. الباجي قايد السبسي وسانده هو. انا طلعت في الحوار التونسي قلت لا ما يلزمش يترشح مرة واحدة ومش على روحك. مرة واحدة. ما يلزم نتعلموا من الدروس. مريرة هكا هو، الباهي ما نعاودوش منه. ما يسالش، يعمل غيره ويجي يعمل موندا، يحب يعاود، لا نمنعه من إعادة الترشح
بعد موندا ثانية شد 5 سنين يجي غيره وبعد يحب يعاود ترجع مرحبا بيه. اما في جرة بعضه لا، ما عندكش الضمانات انه ما يستغلش يعني امكانيات الدولة وسائلها. ليبيا في وضع فماش حكومة وحدة، هي مواقع قوة اللي عنده سلاح والفلوس غادي، فلوس البترول يتمسش يتجرأش فصيل في ليبيا يمس بير بترول خليه يمس يقصوا له يديه القوة العظمى هذاك ما يتمسش، والفلوس هوني تتوزع بيناتهم كل واحد واخو باي. علاش مش قلقين هم؟ الفلوس موجودة، الدزة كاينة. أما مازال الشارع، الشارع الليبي، خلينا نقول الشارع، الليبي. الشارع الليبي معناه في وجدانه القضية، وإذا تولي معناتها التطبيع بعلنا كيف ما الطريقة هذه شفنا وأنه ولا بربي أنت كيف توجي تحكي مع ولدي؟ كأني لو نحاول نقنع ولدي نقول له هذه إسرائيل كيان غاصب ويلزم مقاومته ومقاومة وجوده بكل الأشكال ثقافيا تنبدأ باللي نقنع عليه حتى بيضعف الإيمان حتى بقلبه. لو يسألني يقول لي الفلسطينيين فيهم مقسمين شو نجاوبه؟ شو نجاوبه؟ علاش غزة والضفة مقسمين؟ علاش حماس وفتح؟ تعدد الفصائل لا يعني انك تقسم البلاد، تدي بكش دولة. حماس هربت بغزة وفتح هوني تحكم معنا في الضفة الغربية، علاش؟ إذا ثم عدو مشترك ومحتل جاثم على أنفاسكم علاش مختلفين؟ وهذاك زاد لو بروجي هذاك مشروع نتاع الكيان في حد ذاته والتقسيم يلعبوا على التقسيم يلعبوا على التقسيم في دين شكون هذه نرميوا المسؤولية على غيرنا يلزم نبطلوها؟ لا فما مسؤولية نتحملوها بتبقى. احنا نتحمل المسؤولية صحيح. الفلسطينيين بيدهم هما مفرطين في حقوقهم مع الأسف هذا هو واقعنا. أنا كمواطن تونسي نقول لك اللي اليوم ما عنا حتى مصلحة، ما عنا حتى مصلحة في أنه تكون عنا علاقات مع إسرائيل. حتى لو كان يطلع محمود عباس شادد يعني ذراع نتنياهو برادوسو برادوسو ما عناش مصلحة. ما شفناه في العزاء عاد ما عناش مصلحة، مش مصلحتنا. اليوم عندنا شوان الداخلية يلزم تتعمل، يلزم البلاد تتصلح احنا نصلحوها نحن. يلزم نخدمه، يلزم يكون حكم ديمقراطي حقيقي، الرئيس موندا وحده وفي الامان هذا واللي جاي بعده. يلزم الدربة على الديمقراطية، فشلنا في عملية الانتقال الديمقراطي مرة ما يلزمش نعاودو نتليعو مرة ثانية. شيء ما تصلح لا في القضاء لا في التعليم لا في الاعلام. بربي امين قداش من ندوة تعملت على اصلاح الاعلام العمومي، قداش من ندوة تصلحش سامتي، ما تصلحش. مليارات تصرفت ومؤتمرات وندوات كله تعكعيك. ما يحزن فشلنا في كل شيء، يلزم نتعظوا ناخذ الدرس في اللي جاي ما نعاودوش نفس الاغلاط. واحد اللي عدى 10 سنين في هيئة فاقدة للشرعية يحط مليارات في مكتوبه يحبني اليوم ندفع عليه؟ تقول للرئاسة صادرت مكتب الضبط وحطت يدها على هيئة يستاهلوا لأنهم هما ما رفلهم الشراب يعني معناها ما رمسوش عينيهم وقت اللي سلطوا الخطايا على صحفيين. كو كليتني انت وانت قوي جاي شكون ياكلك؟ هذيك هي شكون مش يطلع اليوم يدافع على هيك اعطيني شكون مش يطلع يدافع عليه؟ يعني مش يدافع عليها في شمس الخطيه ورا الخطيه من العوامل اللي دفعت للخروج. اليوم انا حتى مكتب الضبط ما يحكموش فيه بيرو داردر تمت مصادرته والطابع ما عندهمش شكون دافع عليه؟ احسن مثال انه البلاد في حاله شلل ما نجحناش في انه نعملوا خطوه في الاتجاه الصحيح والنتيجه اللي عايشينه. اهم اصلاح تعمل في الدوله صلحوا القسريه في حمام بنت جديد. 5 مليارات قولونا وين مشاو؟ راهو باش نشدوا الموضوع بتاع ال5 مليارات الحمام بيت جديدي باش نذكركم به اسبوعيا الى ان تقولونا كيفاش صارت الصفقه هذه. هلا ان شاء الله تكونوا في صحه جيده، هذا في اطار دورنا في اطار العمل. اذا ما فماش عمل رقابي من عند النواب ولا رافضينها فما المجتمع المدني والاعلام اللي يحاول يتابع
كيفاش صارت الصفقة متاع 5 مليارات باش صلحتوا حمام في إطار المشاريع الكبرى في وقت اللي شوفوا الكياسات كيفاش حالها، شوفوا حاشاكم الزبلة كيفاش مطيشة وين موجودة، شوفوا البلاستيك اللي ماكل الدنيا، شوفوا برشا حاجات في هالوطن هذا في الوطن القبلي اللي البلادها السمحة هذية شنو حالها. مساكنين على روحكم الباب تعطيه دوغري اغري هانا بحذاكم بالمرصاد باذن الله الى ان تقولوا لنا كيفاش صارت صفقه الخمسه. هما يعطيو بالمراكنه واحنا نحكيو عليهم بالمراكنه، انتم بالمراكنه احنا واحنا هانا بالمراكنه اون اتوندون. وانتم تعرفوا مليح في تجارب سابقه وانه بين انك انت تخبي وبين ان انا نتكلم وشكون في الاخر بالكل اللي نجم يوصل الحقيقه. لا تعرفش علاش احنا منتصرين في العركه هذه، احنا ما عندنا ما نخبي ورا. لا لا معنا ما نخبي، لو كان عندكم حاجه علينا راكم من البارح. لا راهم من البارح ما يستناوناش، لو كان عندهم حاجه راهم من البارح. يا سي محمد اخي طلبنا حاجه احنا من منهم، قلنا انه قولوا لنا كيفاش صارت 5 مليارات حطيتهم في حمام، 5 مليارات صلحت بهم حمام وكها. ولا نتلاقاو غدوه سيدي، ربي فضلك الوالده انت مشتول على الوالده، ربي فضلها ومشتول على الوالده سي محمد. اي مره واحده كان عندكم تفركس ولد فما حاجه ومشتول على الوالده ربي فضلها. نتلاقاو غدوه، السلام عليكم. حلومه في الاخراج التقني والرقمي والموسيقى اللي تسمعها من عندها توت سويت. باي باي.